السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، تكونوا ان شاء الله في صحه جيده. اليوم غادي ندير معكم واحد القميص ديال الدار اللي هو ساه ان شاء الله في الفصاله ديالو في الخياطه. قلك تخيطيه في تفصليه وتخيطيه في نص ساعه المكانه. هنايا عندي هذا، هنايا 2 متر ديال الثوب، هذه موبرا المرايه، راه زوينه كتجي في اللبسه، كتعطي واحد البريه. عندي هنايا 2 متر جبتو هنايا، هذا هو الطول ديالو، هذه هي الحاشيه، طويت هنايا ثمن الايفاز اللي بغيت. غندير انا فيه 46، يمكن لكم ديروا فيه هنايا بهذه الطريقه اللي غادي نفصل انا، يمكن لكم ديروا حتى 50 في الايفاز، انا غندير فيه غير 46 بركه، على حساب هذا القميص ديال الدار، مبغاتوش مولاتو يجي عريض بزاف. عندي هنايا التوب، راني طويت هنايا على جوج، درت فيه 46 هنايا في الايفازي، وهاد الجهة هادي راني خليتها هنايا، هي هادي صافي. راه عندي هنايا على جوج، غناخد الطول ديالي، غنشد الطول ديالي من التحت ونجيب لهنايا. عندي في الطول 144، هي جاياني هنايا، ونزيد سنتيم ديال الخياطة من التحت، هذا ما يكونش عنده العطفه كبيره من تحت، تكون عنده غير سنتيم صافي. وغندير هنايا خط باش ناخذ العبارات ديالي نحطهم هنايا. دابا غادي نحط الكتاف ديالي هنايا، هاد البلاصه هذه اللي بقات لي هنا، هاد الطرف هذا من هنا، هذا غادي يبقى هنايا، وناخذو ديال العبارات ديالنا من هنا، هذا هو الطول. ومن طبيعة الحال قبل ما نبداو نفصلو دائما نشوفوا الشعره ديال الموبرا، هنا راه كتخوي لتحت كما شفتو، هنا ملسة، فاش كنجرو هكا كتجي حرشة. عندي في الكتاف 19، غنحط 19، ما غنزيدش سنتيم ديال الخياطة هنا، حيت هاد الموبرا هادي كتيري في العرض باش ما يجيونيش الكتاف طايحين. ونطيح الكتاف ديالي هنايا 3 سنتيم، ونهبط هنايا 19 صافي، ونطلع هاد الخط هذا. من الاحسن يكون خط مستقيم نديروه بالمسطره. هنا الصدر عندي 27، ونزيد سنتيم ديال الخياطه، غنهبط 14 للحوض، وهذه ديال البط، غندخل جوج سنتيم على الصدر. هنا الحوض عندي 29، نزيد سنتيم ديال الخياطه، هنا غنجيب هاد البيستولي هادي، غنشد هاد النقطة هادي مع النقطة اللي عندي هنايا، هنايا غناخد 7 سنتيم ديال الدورة د العنق، أنا غندير هنايا غير 7، مغنديرش 8 على حساب مولاتو، مبغاتش العنق يكون محلول. اصلا المبره راه كتيري، ونهبط انا في ديال الدار جوج سنتيم صافي، وغادي نسير هاد النقطه هادي مع النقطه هادي. دابا راه طراسينا هنايا، غادي نجر باش نطراسي لتحت. صافي هنايا راه فصلت هذا الامام، هذا نسميوه الامام هذا. دابا غادي نفصل الخلف، على حساب الامام يكون عنده الشعره كتهبط لتحت، والخلف غادي يجي عكس. الا بغيتو تفصلوهم بجوج يكونوا نفس الاتجاه، خاصكم ديروا الثوب على 4، طبقوه على 4، كيجي فيه الايفازه كتجي فيه 39 في العرض. هيا انا مفصله هذه، مخيطاها، راه حتى هو كيجي عريض، كيجيش ضويق من التحت كما شفتوا، هذا العرض ديالها،
كيجي فيه 39 هنا في الايفازي في الربع. الا بغيتو ديروه عريض بزاف كديرو بهذه الطريقه هذه اللي درتها. هذا راه بجوجهم كيخويو لتحت، الشاره ديالهم هابطه لتحت. ها انت هذا الامام وهذا الخلف نفس الاتجاه بجوجهم. انا بغيت ندير معكم هذه الطريقه هذه الا بغيتو ديروا الايفازي. هنا غادي نجيب هذا الطرف هذا غادي نسرحه وندير عليه هذا، غنجيب التوب ديالي وغادي نطويه. هنا غادي ندير 46 في الايفازي ديالي وعاد نحط عليه الربع الاخر تنشد العبار ديالي. صافي غنجيب هذا اللي فصلت ونحطه فوقه. صافي غنحط هاد الضوفه، حنا حطيتها على الضوفه ديال الظهر على هاد الشكل هذا، كنقادوه مزيان من هنا من جهه الظهر كيكونوا عندنا مقادين. هنايا غادي نطلع واحد 4 سنتيم باش ما يجينيش الجنب طايح. صافي ونصيلو هنا مع المنتصف. صافي باش كيجي داير من الجناب حيد هذا التحتاني نخلي الفوقاني حيت هذا اللي الشعره ديالو هابطه لتحت هو اللي غيكون جهه الامام. غندخل هنايا 2 سنتيم، هاد 2 سنتيم ضروري تدخلوها باش ما كيجيش من تمايا داك التبواق. ملي كتلبسي البياسه كتجي مزيانه من هنايا من الامام. صافي من هنا كنخرج زيرو ومن هنا كنخرج زيرو. هنا غندير لها كولفي، ما غنديروش محلول بزاف على حسب مولاتو مبغاتوش يكون محلول. هنا غندير 15 ندير على هاد الطريقه هادي. ها هي نعلم هنا 15 ونجيب المسطره هنا غادي ندخل واحد من هنايا واحد نص سنتيم هكايا بحال نجيبو مقور ما خليهش غادي نيشان. صافي من هنا غادي نقص سنتيم، من هنا تنقصو سنتيم حتى لجوج باش تجي البياسه مقلوبه للامام ما تجيش مقلوبه للخلف. صافي دابا نعبر التركيز ديالي نشوف شحال فيه اش غادي نفصل الكمام. ندي 27 هنا هادو القطع اللي بقاو لنا بجوج غادي نجيبهم. نشوفهم الشعره ديالهم فين، هذه الشعره ديالو كتمشي لتحت وتا هذا غنديروا له بحالو حتى هو الشعره ديالو تكون كتمشي لتحت. صافي هنايا درت طرف على طرف، ها هما هنايا قديتهم الشعره ديالهم بجوجهم لتحت باش يجيونا الكمام بجوج نفس الاتجاه. صافي وكنطوي هكا على هذا الشكل هذا. هنا غادي نهبط 13، الطول عندي 58 غادي نشد الطول ديالي وغنزيد سنتيم ديال الخياطة من هنا وسنتيم من هنايا. هاهي عندي 60 هنا غندير فيه 14. صافي راه جاتني 60، جاتني على الحرف نيشان على هذا اللي من الداخل حيت هذا اللي من الداخل راه ناقص. عندي في الدرع 18 نزيد سنتيم ديال الخياطه. المسافه هادي نقسمها على جوج وهذه على جوج وهذه على جوج، نخرج من هنا سنتيم وندخل من هنا سنتيم.
هذا هو الكم ديالنا. لو بغيتو تزيدو تدخلو فيه في من جهة الأمام هنايا، يمكن لكم تزيدو تدخلو فيه. بغيتو تخليوه مرتاح، تخليوه هكا مرتاح. الحاجة ديال الدار كتبغي تكون عريضة شوية. صافي، هذا هو القميص ديالنا، وصلتو معاكم. ندخلو هاد الوريضة هادي ديال الحجر هنايا، درت له هاد اللوين هذا في الزرق. غادي نلصقو له في الصدر من الخيطه. غادي نشوف داك الساعه واش نزيدو شويه ديال الحجر ولا ندير له غير هادي. هنا غادي نفصل معكم السجفات ديال الامام وديال الخلف باش يجيني فيني الكول. هنا واحد الطريف ديال الثوب طويته على جوج، من هنا يكون مسدود وغنحط عليه هذا هكايا. صافي، وغادي ندور هنايا، وغادي ندخل هنا واحد 7 سنتيم هكا. صافي، ونحيدو، وغنجي لهنايا غنهبط واحد 7 سنتيم ونديرها دايره هكا. صافي، هذه هي السجفة ديالي ديال الخلف. دابا غنصوب الصواب ديال الامام. على هذا الشكل هذا كنط راسي من هنا، وندخل عاود هنايا 7 كما دخلت في ديال الخلف. صافي، ونحيد من هنا، كنهبط واحد 9 هنا في الامام ولا 8 وندور هكايا. صافي، هذه هي السجفه ديال الامام. صافي، انتهينا. دابا دا هو القفطان ديالنا. هادو راهم كيشيطوا الطريفات هنايا، الا بغيتو ديروا بهم الباندات ولا ديروا بهم شي حويجه ولا السيكات ديال الشعر. راني صاوبت معاكم الباندات ديال الشعر بهاد الطريفات اللي كيشيطونا. راهم هادو ديال الموبرا كيصلحوا بزاف د الحوايج، ما تلوحوهمش. ان شاء الله ندوزو للخياطه وتشوفوا معايا الطريقه ديال الخياطه ديالنا. اول حاجه غنبدا بها نخيط هاد السجفة ديال الخلف. غنشد هنا سنتيم ديالي ديال الخياطة وندور معاها. هنايا راه ساليتها مخيطة، ندير لها هكا كرانات شي 3 ولا 4 الكرانات. صافي، ونقلبها حيت التوب راه كيتيري، ملي كيكون كيتيري راه كيتقلب دغيا. صافي، على هاد الشكل هذا غنقلبوه لداخل. دابا غنجيب ديال الامام نحطو هكا، هذا هو الوجه، وكنحطو هاد السجفة هادي حتى هي الوجه ديالها عند الوجه. كي الخلف كي الامام بحال بحال. صافي، غنشدو دابا غندوز بسنتيم ديالي ديال الخياطة من هنايا. هنايا غادي نشق هاد البلاصة هادي، نوصل لحد الخياطة ونحبس. صافي، وغندير كرانات هنايا غير باش يتقلب لي مزيان. على هذا الشكل هذا. دابا غنجيب الخلف ديالي باش غنمونطي الكتاف. كنجيب هاد السجفة ديال الخلف هادي، كنحلها هكا، وهادي كنقلبها هكايا كما قلتها في الاول هكا. هذا الوجه وهذا الخلف الداخل، وكنجيبها كنحط هاد الخياطه هادي اللي عندي هنايا مع هاد الخياطه ديال السجفه ديال الخلف. صافي، وندور عليها هكايا، وغندوز بالخياطه من هنايا.
ومن الاحسن شدوا بالبانكات حيت هاد الثوب هذا المبرا راه كيسحت بزاف. كما شفتوا راه كيجيين فيني من هنا وتمن الداخل هنا راه تجمع لي شي شويه. من الاحسن ديروا البانكات باش ما يتجمع لكمش حيت المبرا راه كتجمع في الخياطه. هذه هي السجفان واللي نوريكم المره الثانيه هنايا نحطوها هكا حلوله. كنجيب هذه ديال الامام كنشدها هكايا هانتي كما شفتوا راني قالبها لداخل وكنقاد لها هاد الخياطه هذه هنا. هاد الخياطه هذه ديال هاد السجفه هذه كنحطها مع هاد الخياطه هذه هكا نلصقها معاها ونقلب عليها هذه كنجيبها وكندخلها بحال اللي كندخل هذه ديال الامام كندخلها في الوسط باش كتجيني مفينيه صافي. ونقادهم هنايا هاد الطريفات بربعه بيهم كنقادهم وندوز بالخياطه ديالي هنا نخلي سنتيم وندوز. صافي كنحلوها هكايا كما شفتوا هنا راه كتجي فينيه. نعاود على هذا عبر الصباط كامل الظهر والامام وعاد نولي ندوز الخياطه لهاد السجفه ديال الظهر باش تثبت ما تبقاش تخرج هكا ما تبقاش تهز ليها هكايا. يجي على هذا الشكل. هذا راه انا درتو صغيور الا بغيتو تكبرو راه هبطت انا غير ب 15 الا بغيتو تهبطو راه كتهبطو ب 18 ولا حتى ل 20 الا بغيتو يجيكم محلول. هذه مولاتو ما بغاتوش يكون محلول العنق بغاتو يكون مجموع. دابا ندوز الخياطه لهذا اللي في العنق ديال الخلف باش ما يبقاش يتهز لي هكايا. وهذا ديال الامام راه ندير له داك البرونش اللي غندير له هنايا راه غادي يشدوا لي داك الورده ديال العقيق. صافي هنايا راه شديته ما غيبقاش يخرج لي هذا. هنا غادي نمونطي الكتاف. انا درت لكم درت له في المنتصف هنا الكرانه ها هي غنحطها هنا على الخياطه ديال الكتف صافي وغنبدا من هنا بالتالي. هنايا من تكونوا كتخيطوا هذا المبرا راه بحالها بحال ليكرا ولا التوب ديال البوديات خصكم تجبدوها في الخياطه ضيقوا الغرزه شويه ديروها في الجوج وتجبدوا التوب في يديكم ملي تكونوا كتخدموها باش ملي تجي تلبس ما تطرطقش الخياط. صافي هذا هو التركيز ديالنا كما شفتوا هانتي واخا نجبدوه ما يطرطقش الخيط باش ملي تكونوا كتخيطوه تجبدوه. صافي احنا ركبنا لكم غادي نركبو لكم الثاني بنفس الطريقه. انا راه مونطيتها من الجناب مونطيتها بالسورجي وعاودتها بالبيكوز
دابا غادي ندير لها نصاوب لا ليمونج، ندير لها لاستيك في الكميمات، ولا تبغاتها تكون مجموعه من جهه من الكمام، غندير لاستيك هكايا نجيبو نعبر على يدي هكا، نخليه مرخوف ما نزيروش كما شفتو هكايا باش ما يزيرناش على يدينا. صافي ونقطع هكايا، غندير واحد فوق واحد ونرتقو مزيان بالماكينه. ندوز الخياطة ديال الماكينة ديالي، غنشدو هكايا وندير لهاد الجهة عاود هكا صافي ونجبد. أنا كنخيط وأنا كنجبد هكا، ندوز بالخياطة على داك السورجي اللي عندي، شوفي على هاد الشكل هذا يجيو مجموعين من الكميمات. صافي غنصاوب لكم الثاني، ندوز ندير معاكم لوغلي، نعاود نطوي سنتيم هنا. غادي نلصق لها هاد الورده، هادي ديال العقيق، مشو غنديرها على فهاد الجهه ديال اليمن هكايا. غادي راه نلصقها بالميكوات، غنسخ تكون الميكوات سخونه، غندير عليها واحد طريف ديال الثوب هنايا، ما نديرش الميكوات منها لهاد الورده هادي باش ما نحرقش الثوب وما نحرقش هادي، غندير واحد طريف ديال الثوب عليها وعاد نصاوبها. مشو راه كندير على هاد الشكل هذا، درت عليها واحد الطريف ديال الثوب هكايا، نحط هكا الميكوات ديالي. صافي كنبقاو هكايا حتى كنحسو بها لصقات مزيان. هذا هو القميص ديالنا سالينه، هادي الا بغيتو تزيدو تثبتوها بالخيط وليبرا راه يمكن لكم دوزو عليها الخيط وليبرا، انا زدت درت لها الخيط وليبرا باش ما تحيدش، حتى الا تصبنات ولا هذا ما تطيرش. وهذا هو القميص ديالنا، نتمنى تكون عجبتكم الفكره وعجبكم الفيديو، اللي عجبو الفيديو ما ينساش يدعمنا وبالاشتراك وبجيم وبالتعليقات، الا عندكم شي سؤال ولا هذا خليوه لنا ان شاء الله في الكومونتير. السلام عليكم ورحمه الله.